إذا في إطار الزيارات التفقدية اللي كنقوم بها لمختلف محاكم المملكة، اليوم قمنا بزيارة للغرفة العبرية التابعة للمحكمة الاجتماعية، واللي هي واحد البنية قضائية تشكل جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية ببلادنا. تعرفون بأن القضاء العبري المغرب هو قضاء عنده جذور تاريخية ومرتبط أيضا بالخصوصية المغربية التي كرسها الدستور، اللي اعتبر بأن الهوية المغربية هي هوية متعددة الروافد. لذلك فهناك تطور حصل في الجهاز القضائي العبري اللي كان مؤطر بظهائر ملكية شريفة، واللي كانت كتنظم المحاكم العبرية على التراب الوطني إلى أن أصبح مختصا فقط في قضاء يعني الأسرة والأحوال الشخصية. وهذه مناسبة لكي نذكر بأن المغرب لعله البلد الوحيد في العالم العربي الذي يستطيع مواطنوه من الديانة اليهودية أن يلجوا إلى المرفق القضائي العبري الذي يعتمد على العقيدة الموسوية وعلى القواعد التلمودية في البث الكثير من القضايا اللي عندها الطابع الأحوال الشخصية. فكما لاحظتم اليوم قمنا برفع الستار على لوحة تشويرية التي تعلن ما هو الشأن في باقي الغرف على وجود هذه الغرفة العبرية، وكانت مناسبة لزيارة قضاة السادة القضاة العبريين اللي هما موظفين ديال وزارة العدل، وانتم شفتوهم كيفاش تيشتغلوا في المكاتب ديالهم، كيفاش تيعالجوا الملفات وتيحروا الاحكام باللغة العربية، وكيف انهم تيشعروا انهم مندمجين اندماج مؤسساتي ووظيفي تام في منظومة العدالة. وكانت مناسبة عقدنا معهم جلسة بحضور السيد رئيس الأول لمحكمة السناف والسيد رئيس المحكمة المدنية والسيد رئيس المحكمة الاجتماعية. عقدنا فيه اجتماع اللي استمعنا فيه إلى الاعتزاز ديالهم بهذه العناية وبهذا الاهتمام، والشكر ديالهم جلالة الملك حفظه الله على عنايته الدائمة، ويعني تمنوا له كل السداد والنصر والعزة في كل ما يقوم به وما يتخذه من قرارات استراتيجية. وكانت مناسبة استمعنا أيضا إلى الملاحظات ديالهم، وعبرنا لهم على أن الوزارة هي راه الإشارة لتعزيز هذه الغرفة وأيضا لتمكينها من مختلف وسائل العمل اللوجستيكية والتقنية ومن تجهيزات مكتبية إلى غير ذلك. الاسم ديال الزميل ديالي الاستاذ زاكوري، الاسم ديالي الاستاذ كسوس، قضاة عبريين هنا. احنا مسرورين بزاف اليوم على هذه الزياره ديال الوزير، وهنا كيوضح لنا بان جلاله الملك كيعتني بهذا الشيء اللي كيدوز هنا في المغرب، كيعتني باليهود المغاربه، كيعتني بالغرفه العبريه، وحنا مسرورين بزاف بان هذا الشيء راه قديم ماشي جديد، وفرحانين اليوم بهذه الزياره ديال الوزير. ونطلب الله تعالى يجي لنا الملك ديالنا، يجي الاسره المغربيه، ويجي الجميع ان شاء الله من كل شر، والمغرب يزيد ويزيد ويطلع ويطلع ان شاء الله وحفظ الله ورعايته. تفضل. هذه حاجه مهمه، ماشي شي حاجه جديده، حنا شحال هذه سنين على سنين الغرفه العبريه معروفه ومشهوره، وهذه حاجه اللي كاينه غير في المغرب بوحدو. تمشي لحتى شي دوله في العالم ما كاينش بحال هذا الطبع اللي كاين ديال الغرفه العبريه في مدينه اسلاميه. باش تكون خاصه الغرفه؟ هذه الغرفه كتكلف بالزواج، بالطلاق، بالارث، بالهبه،
كل هاد الحوايج كلهم الا كان شي واحد يهودي مغربي اللي عنده شي مشكله في هذا الشيء كيجي لعندنا حنا، واخا الا مشى لعند شي عند المسلمين في الغرف ديالهم كيصيفطوه لعندنا حنا، بانه هو حنا اللي مختصين في هذا الشيء. وهذا الشيء اللي دار اليوم وزير العدل شرف لينا حنا، فرحانين بزاف، وكيعبر بان جلاله الملك كيهتم باليهود المغاربه بالغرفه العبريه بالمسائل كلهم ديال اليهود المغاربه. هذاك الشيء علاش كنطلبوا الله تعالى ينجي لنا الملك ديالنا، ينجي الشعب المغربي، وكنطلبوا عليكم ان شاء الله كلكم ينجيكم امين. كيفاش كتشوفوا العلاقات الاسرائيليه المغربيه حاليا؟ كيفاش كتشوفوا مستقبلا؟ هذا الشيء ديال العلاقات الاسرائيليه المغرب باقي شيء جديد، ما بغيناش نعبروا شي حاجه حتى بغينا نتسناو شي شويه حتى نشوفوا كيف هذا الشيء غيتقدم، وعاد ديك الساعه نعبروا على هذا الشيء. هذا الساعه خلينا باقي شي شيء جديد ما بغيناش نزيدوا عليه. كاين واحد السؤال ديال المغاربه، اليهود المغاربه اللي كانوا هاجروا للمغرب وخلاو واحد الارث ديالهم، خلاو اراضي، خلاو منازل ديالهم، واللي سطاو عليهم اشخاص اخرين يعني عصابات. هذاك الشيء كل شيء جلاله الملك شي وقت راه وقف على هذه القضيه هذه، وبان هذاك الشيء الواحد اللي خلى شي حاجه ديالو هنا يجيب عليها الدليل، وقطروا بعدها عندنا هنا عندنا في الغرفه العبريه كاين شي وحدين اللي كانوا استولوا على هذاك الشيء، وداك الشيء رجع لمواليه والمغرب والدوله المغربيه واقفه على هذا الشيء، باش شي واحد اللي عنده شي حاجه ديالو مشى وهجر ورجع عليها وعنده الدليل ديالو بان عنده الحق يعاود يسترجعها، والملك والعداله واقفين على هذا الشيء باش هذا الشيء يكون على 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 ما يرام. تفضل. القاضي العبري الحافه الحاليه بزاف الرئيس شمدان شرف شرف كثير عندنا، شرف كبير بزاف عندنا، داروا هذه الحاجه باش العالم كله يعرف يعرف بان المغرب بلاد بلاد التعايش من الوفات العامات عما قال سيدنا الملك في الغرف ديالهم رحمه الله، لان هذا الشيء من عام الغرفه العبريه موجوده من عام 1918 المغرب، وكانوا محاكين في كلهم في المغرب. دابا اللي بقات هي الغرفه في كاربيدا بوحدها، وهي اللي كتقبل بالمغاربه اليهود المغاربه، هي اختصاص ديالها من الاحوال الشخصيه العبريه ولا غيرها. شكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.